خد خد استوري نفسك، خد خدي ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما هو ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق، ما انتي شمتانه فيا. هو انت كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انت لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انت في بيتي. بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك ومبقاليش بيت؟ يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه الحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقولك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ قومي يا اختي، ده حرام جنيه. اتفضل بيتك بتعايريني. انحصرتي من فكيتها بعيده. والله لا افرجك يا قاريه. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلمك يا رشا ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال؟ جكتعون، إن كنت تريدين السكنة أظبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما وصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.